سعادة الدكتور هياز عبد محمد الشهري إن شاء الله حيقوم بعمل، طبعا تكلمنا معاه في الليل واليوم الصباح على أنه يجمع جميع المقترحات ويبدأ يتكلم عنها، ثم بعد ذلك نناقش مباشرة مع مدراء الشؤون الصحية إن شاء الله الهيئة الطبية الأخرى إن شاء الله. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لك يا سعد دعوتي لحضور هذا الاجتماع، وأيضا تشريفي وتكليفي بجمع و مراجعة مقترحات أخواني في الهيئات الطبية في المشاركة في هذا اللقاء. طبعا الهيئات الطبية في المملكة هي جهات اعتبارية أنشأت بموجب مرسوم ملكي، ولها نظام أساسي ولائحة عمل. طبعا الهيئات الطبية في المملكة هي الجهات المخولة بتحويل المرضى للعلاج خارج مناطق سكناهم، وأيضا هي الجهات المخولة بإصدار أوامر إركاب للمرضى وإعانات المرضى التي تدفعها الدولة للمرضى. طبعا عمل الهيئات نوعا ما معقد وشائك، وحقيقة يعني أعداد المرضى مهولة، بالذات في المناطق الطرفية في المملكة، يعني أكثر مما يتصور. يعني كإحصائية بسيطة في الهيئة الطبية العامة في منطقة تبوك، يوجد لدينا أكثر من 5000 ملف نشط لمرضى يراجعون خارج المنطقة، وبالتالي العدد كبير جدا. طبعا لعلي أبدأ من حيث انتهى الدكتور التهاني. بالنسبة للربط مع التخصصي، أنا أرى حقيقة أن الربط تم وجاهز، وأغلب المراكز الآن مربوطة بالتخصصي، والتحويل غالبا يتم عن طريق المراكز وليس عن طريق الهيئات، فالربط موجود. ربما بعض المناطق ما عندهم فكرة عن التحويل الآلي للمرضى الآن وعدم الحاجة. يعني احنا يمكن من اكثر من 4 سنوات الآن ما بنرسل فاكسات للتخصص في تبوك، كله على السيستم حقيقة، ودائما الرد بيجينا في نفس اليوم. يعني اذا ادخلنا الحالة في الصباح، يعني قبل نهاية الدوام بيكون الرد موجود لمرضى العيادات. المرضى التنويم ماكسيمم يعني 48 ساعة بيكون الرد موجود عندنا. طبعا أنا راجعت البارحة أسعد النقاط إخواني رؤساء الهيئات، هي تتمحور في 3 نقاط جميعها، اللي هو قبول المريض أثناء وجود المريض بالتخصصي، ثم آلية عودة المريض بعد اكتمال علاجه. كل النقاط اللي نوقشت تدور في هذه المحاور الثلاثة، ما في لها أي محور زيادة. طبعا بالنسبة لقبول المريض، توجد إشكالية أيضا ليست في التخصص حقيقة، ولكن في المناطق، أن المريض يحول إلى أكثر من مركز في نفس الوقت، لأنه ما يعرف مين هيقبل الحالة، فبالتالي هو ما عنده أصلا إيش يعني آلية يعرف فيها أنه هذا المريض فين يروح، أو مين المريض اللي أنا أرسله للتخصصي، مين اللي أنا أرسله لمدينة الملك فهد الطبية. يعني مثلا بعض الأحيان نجد في ناس يرسلوا حالات عيون للتخصصي، ونحن نعرف أن التخصصي ما يقبل غير مرضى عيون مثلا، أو يرسلوا حالات تروما مثلا، تروما ما يقبلها التخصصي، هاي تقبل في مستشفيات أخرى. أيضا أمراض الآن القلب، يوجد مراكز استجدت، مثلا نحن في تبوك الآن نتعامل مع مركز في المدينة المنورة، وحالات معينة فقط اللي نرسلها التخصصي، الكارديك سيرجري، ادفانسد كيسز، يعني حاجات زي كذا احنا بنفلترها وبنرسلها للتخصصي. الاورام الان مثلا عندنا مدينة الملك عبد الله في مكة، يعني حلت لنا اشكالية كبيرة، بدل المريض ينتظر فترة طويلة لين يجيه موعد في التخصص، احنا مدينة الملك عبد الله في مكة بتقبل يعني بسرعة، ونعرف هم الحالات اللي يبغوها والحالات اللي يفضل انها تروح للتخصصي. فبالتالي هذه المناطق ممكن تساعد فيها أكثر. طبعا إحنا حقيقة في تبوك ما وجدنا صعوبة في الرد، يعني إحنا التخصص بنعرف يعني ماكسيمم 48 hours بنكون عارفين هل المريض رايح أو مو رايح التخصص، وبالتالي نبحث له عن بدائل. طبعا إحنا نتمناه إنه يكون مثل ما في إنه الأكسبتنس كريتيريا واضحة للمرضى في التخصصي، إنه أيضا معاها يكون مثلا خطة العلاجية موجودة، وهنا نتأمل الكيس مانجر يوافونا فيها، لأنه مهمة لنا في الهيئات، هل المريض هذا حياخد سنة سنتين or forever، نعرف مثلا which patient إيش، بناء عليه إحنا نتصرف في إصدار قرارات الهيئة، أوامر الإركاب، إعانات المرضى، هذه تساعدنا.
ايضا نتمنى انه يكون في ديسشارج بلان للمريض، يعني مثلا المريض هذا قبل الان لاجراء معين، هذا الاجراء مثلا ابروكسيمتلي انا كطبيب اللي قبلت الحاله اقول انه هذا المريض يحتاج الى تدخل جراحي او طبي يستغرق من 3 إلى 6 أشهر او الى سنه مثلا. بعد كذا اوكي البيشنت كان مثلا المريض يمكن انه يرجع الى طبيبه اللي حوله في المنطقه ويكمل معه الشيء يعني. ولذلك من الاشياء المهمه اللي احنا نبحث تفعيلها انه يكون في عياده لما قبل القبول على الطب المرئي، بمعنى انا مثلا في تبوك الان وعندي حاله ابغى احولها مثلا لزميلي الدكتور زايد هنا، اجلس انا والدكتور زايد انت ليش تبغى تحول لي الحاله؟ 1 2 3 خلاص 1 2 3 اي ويل دو ات فور يو، بعدين ارجع لك المريض. فبالتالي الان المشكله وش انه الطبيب المحول ينتهي دوره بمجرد ارسال التقرير الطبي الى المنسقين الطبيين وارسال المريض للهيئه ينتهي علاقته بالمريض. وبالتالي حتى لو الطبيب المعالج في التخصصي انهى علاجه هو ما يعرف يرجع لي المريض بعد ما ينهي من التخصصي. هذه اشكاليه حقيقه. ايضا نتمنى الاستفاده من خدمات المراكز الان، المراكز الان اغلبها ولله الحمد في المناطق يعني مجهزه تجهيز ممتاز جدا جدا. بامكاننا الان نعمل ابلود لجميع اللاب انفستيجيشن، راديولوجيكال انفستيجيشن، الهيستوباثولوجي ريبورت، ممكن نرسل سلايدز، ممكن نعمل حتى فيرتشوال كلينيك للمريض اللي يراد تحويله، بحيث انه الطبيب اللي حيقبل الحاله يكون يعني شاف المريض قبل ما يجي مثلا ويختصر وقت كثير، وبالتالي يساعد في انه المانجمنت بلان تكتب من البدايه، وايضا ممكن حتى الدسشارج بلان للمريض هذا توضع من اول فيزيت للمريض. طبعا فيه الاشكاليه الاخرى اللي احنا في الهيئات نواجهها، اللي هي عيادات المختبر او مواعيد للمختبر، مواعيد للاشعه، مواعيد لعيادات التمريض، ومواعيد للصيدليه. هذه بالنظام في الهيئات لا تقبل، ومع ذلك احنا بنحاول انه نمشي وكذا، لكن الان مع التشدد في اوامر الاركاب لن نستطيع اعطاء تذاكر للمريض لموعد في عياده او عياده مختبر او اشعه او نيرسينج كلينيك او لفارماسي. فبالتالي هذه الان هذه الخدمات انا متاكد تماما انه المراكز في المناطق تستطيع انها تقدمها للمرضى. مثال للمختبر، يعني احنا عندنا مرضى الان شفاهم الله ليوكيميا 19 سنة بيجي على التخصصي، بيجي الموعد علشان يعمل سي بي سي مثلا وبريفرال بلود فيلم، بينما هذا بإمكانه يعمله في المستشفى ويطلع عليه الطبيب في التخصصي من دون ما يجي المريض. مرضى القلب مثلا اللي لهم أكثر من 20 سنة أجروا عمليات ويجي التخصصي يعمل مجرد أشعة على الصدر وتقطيط قلب ويكتب له الدكتور نفس الميديكيشن ويمشي. هذه بإمكاننا أن نعملها عن طريق المراكز. الأشعة الآن أغلب مستشفيات وزارة الصحة مجهزة بأحدث أنواع الأشعة، يمكن يقل عندهم يعني المين باور حقتهم ما هي بمنصور التخصصي، لكن الاستدي ممكن تعمل في المراكز في المناطق الطرفية ونعمل لها أبلود على السيستم وتروح للراديولوجيست أو الطبيب المعالج في التخصصي. عيادات التمريض أيضا ممكن نفس البروتوكول تزود فيه المراكز الآن، مرضى كثير بيجوا للنيرسين كلينيك ما بيقابل فيزيشن لما يجي التخصصي، بيجي لمثلا معاينة جرح بعد العملية أو تغيير على جرح، أو النيرس تعمل له مثلا الاي سي جي والتشست اكس راي والمريض يمشي. هذه كلها ممكن أنها تفعل في المراكز. الصيدلية أيضا عندنا الريفيل، طبعا هذا الان يعني احنا في مركزنا الحمد لله في تبوك يعني ما عندنا اشكاليه، لكن اكيد انه في مناطق اخرى تعاني، يعني الريفل كله احنا في تبوك الان احنا نقدم الخدمه هذه عن طريق المركز ما يجي المريض. طبعا في عندنا مشكله طبعا اللي هم المرضى الاوتو اميون ديزيز مثلا اللي هم على البيولوجيكال ايجنت اللي بياخذ انجكشن مونثلي، طبعا حقيقه معاناه هؤلاء المرضى. يعني ايضا يمكن هذول انه ايش في البداية يحضر للتخصصي كأول موعدين أو ثلاثة ويأخذها 3 مرات مثلا في التخصصي، بعد كذا إحنا we can do the same إنه يجي ننشئ عيادة مثلا في المركز بحيث أنها تتولى إعطاء البيولوجيكال ايجنت هذه للمرضى، ترسلها الصيدلية للمراكز والمريض يكون تحت إشراف طبيب اللي حوله هناك،
وبالتالي ياخذ المونثلي انجكشن من دون ما يجي ايش باستمرار. في مشكله في المواعيد كمان بنواجهها بالنظام، المريض يحق له تذكره واحده في الشهر، لكن نتجاوز لبعض الاحيان مرضى القلب، مرضى الاورام، نتفاجئ انه المواعيد مثلا تجي في الشهر يكون المريض عنده اكثر من 5 أو 6 مواعيد في شهر واحد. طبعا نجد بعضها مختبر، اشعه، صيدليه، نيرسين كلينيك، بنضطر خدمه للمريض ومراعاه للمريض انه نمشيها، لكن نظاما ما نقدر نستمر في هذا الوضع. طبعا المواعيد يجب ان تنسق بحيث انه الموعد لما يجي يكون يعني فعلا تتحقق الفائده القصوى للمريض، وتنسيق مواعيد المريض بحيث انه يعني تكون على فترات ليست متقاربه جدا ولا متباعده جدا. هذا حقيقه يعني اللي وصلت في ملخص مراجعه جميع اهتمامات اعضاء الهيئات بالمملكه. وطبعا يعني حقيقه انا اتمنى تفعيل دور المراكز، لان المراكز اذا قدرنا نشغلها بالصوره المطلوبه واللي عملت من اجلها سوف تقوم بعمل جبار يخفف العرض، يكون البيشنت يعني ساتسفاكشن بالخدمه اكبر من انه لو انه قلنا له لا روح للمستشفى، لا احنا بنرسلك لمركز من المراكز التخصصي في منطقتك. انا وجدت انه يعني رضا الناس واستفادتهم من المراكز اكبر بكثير من استفادتهم حتى من المستشفيات الطرفيه. شكرا. طيب انا جزاك الله خير، يعني هذا تقريبا شافي وافي، لكن لا نتجاوز النقطه هذه انه انا حنشرح افرغ ما قلته كامل، ونشوف الاشياء اللي انت قلته ممكن تتعمل في المستشفيات اللي هي المرجعيه، بالاضافه اللي ان شاء الله قد يزيد ان شاء الله اخواننا من المناطق الثانيه اشياء ممكن تعمل في مستشفياتهم ونحصرها، بعدين نحن نقيم كمستشفى ملك فيصل التخصصي نقيمها انه ممكن انها تعطى هناك ولا ما تعطى هناك الدواء وهكذا والخدمات كلها.